انا محمد رشوان، مواطن مصري بحب مصر قوي قوي قوي. تم اتفاق ما بين وزاره النقل ووزاره الموارد المائيه بعمل اتوبيسات نهريه في المحافظات، وفي القاهره هتبتدي من القاهره لدمياط مثلا. رايك ايه في وسيله النقل النهري؟ والله وسيلة جميلة جدا، وتبقى ترفيه للناس كمان، وبس تبقى هي فيها يعني الأمن بقى فيها أكتر من أي حاجة تاني، على سبيل إيه؟ يأمنوا المواطنين، ما نشوفش الكوارث اللي حصلت ديت في الورياء والحتة دي. عايزين بقى إيه يعني؟ ننهض بالبلد بمشروع ده جميل جدا، لو يا ريت يعملوه على مستوى المحافظات كلها، مش على مستوى القاهرة بس، على مستوى المحافظات كلها، وكل الشعب المصري يستفاد منها، وتبقى سياحة كمان، بس دي السياحة الداخلية فعلا، ونشجع السياحة الداخلية، والناس طبعا كلها هتوقف ان شاء الله، وتحيا مصر تحيا مصر. انا شوقي مصطفى حمد، اخصائي علاج طبيعي ناصر اشتراك اهو. تمام. بعد اتفاق وزارة النقل ووزارة الموارد المائية على تفعيل الاتوبيسات النهرية كوسيلة مواصلات ما بين المحافظات او خارج المحافظات، تعليقك ايه؟ والله ده شيء جميل ان ترجع كل شيء، كان يعني الاتوبيسات النهريه دي كانت افتقدت من فتره، فلما ترجع النهارده فهي النهارده بتعمل جذب، اولا بتعمل تسهيل للمواصلات، تاني شيء ان هي بتنشط السياحه، ان انت النهارده السياحه النهريه، النيل دي هو شيء بيجذب ان كان الوفود العربيه والاجنبيه، اما يبقى فيه اتوبيس نهري ما هو بيجذب عامل جذب، عامل جذب للسياح، ان كان سواء سياحه داخليه او سياحه خارجيه، فدي بتنشط شيء من الموارد الاقتصاديه في مصر، وشيء من الموارد اللي يعني، وشيء من الاشياء اللي يجب الاهتمام من الزحام. محمد ابراهيم. بعد اتفاق وزاره النقل ووزاره الموارد المائيه على تفعيل النقل النهري، شايف ده هيحد من الزحام ولا تعليقك ايه على الموضوع؟ هو اكيد يعني، هو ان شاء الله اكيد هيحد من الزحام، وبعدين لو المترو كمان ما شاء الله يعني حدد من الزحام، وانا سامع ان هم في خطوط تانية هيطوروها، ولكن النقل النهري اكيد يعني بس هو مش في الاول، لما الناس تتعرف عليه وكده وتبدا يجربوا ويشوفوا هيبدا المواطن يقولوا بعضيهم، وبعد فتره قريبه قوي هيبدا الناس يبقى في اقبال عليه، واكيد هيحد من الزحام يعني ان شاء الله. مجدي خليل. بعد اتفاق وزاره النقل مع وزاره الموارد المائيه لتفعيل خدمه النقل النهري، شايف ده؟ دي حاجه جميله هتفيد ناس كتير قوي، وتفيد اللي هم بيبقوا على الكورنيش دول، اللي عايز ياخد الاتوبيس النهري ياخد، اللي عايز ياخد الاتوبيس العادي ياخد، دي حاجه هتريح الناس كتير، ودي تعتبر انجاز من انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. شايف ان دي هتاثر على الزحام اللي موجود؟ طبعا هتفك جامد، هتفك جامد من الناس اللي هي واقفه على الكورنيش تستنى اتوبيس، بدل ما يستنى اتوبيس ياخد الاتوبيس النهري، رايح القناطر يروح، رايح حلوان يروح، رايح اي مكان يروح، ما هي دي هتريح، دي هتفك ازمه كبيره قوي ان شاء الله باذن الله. تحت عوض عثمان عبد الكريم. الكلام على الاتوبيس النهري ده جميل جدا، ولو اشتغل في بلدنا هيعمل سياحه كويسه، وغير كده هو مصلحه للبلد، وهو بس اللي انا عاوزه بلاش بالليل يعني، لحد الساعه 5 6 بالليل خلاص كويس كده عليه، عشان ممكن يكون راجل وحش، واحد وحش يعمل اي بونت وحش في البحر، والبحر ده ملوش كبير، لكن كان على الاتوبيس النهري ده جميل جدا، وهيفك ازمه جامده، خاصه بقى من ناحيه الوراق، ومن ناحيه من اول الوراق لحد اللهم صل على كام النور الجيزه، دي بتبقى مشكله قوي، شارع مؤاخذه العجوز وكلام من ده بيبقى الطريق زحمه، لكن ده هياخد اوامك. يلا شكرا.